ثائرات الغدر الصهيوني تقوم باستهداف على العديد من المنازل في محور التقدم الآن في منطقة دوار أبو ميزن ودوار حيدر عبد الشافي بقرب ميناء غزة. يعني لو قرب الكاميرا المشهد الآن نحن على يتم الاستهدافات، هي استهداف جديد، استهداف جديد آخر. الآن إسرائيل تحاول أن تقصف جميع الأسطح العالية والبنايات العالية في المناطق محور التقدم. كما تشاهدون هناك العديد من الاستهدافات بالقرب من مجمع الشفاء الطبي.